الهوليغانز جماهير تعيث فسادا في الأرض. الهوليغانز مجموعات لتشجيع فرق كرة قدم نشأت في بريطانيا وانتشرت عبر العالم. تتبنى منهج عنيف في تشجيع فرقها يصل إلى الاعتداء الجسدي، وقد تركت أفعالها جراحا غائرة في الذاكرة الكروية بسبب سقوط عشرات القتلى والجرحى في أحداث مختلفة. هوليغان كلمة إنجليزية تعني المشاكس أو العنيف أو الشخص صاحب السلوك المدمر، بل حتى الدموي السفاح، كأن يكون عضو عصابة إجرامية مثلا. تعود جذور الهوليغانز إلى نهاية القرن التاسع عشر مع بدء ظهور الأندية الإنجليزية، حيث شهدت الملاعب عددا من أحداث العنف كان ضحيتها إما الحكم أو مشجعو الفرق المنافسة. فقد ظهر لكل فريق مجموعة مشجعين أطلقوا على أنفسهم أسماء غريبة توحي بالعنف، من بينها ذا هيرد لنادي أرسنال، والجيش الأحمر لمانشستر يونايتد، وييد آرمي لنادي توتنهام، وذلك إلى جانب رابطة نادي الانتحاريين المشجعة لفريق نادي بيرلي وطاقم عمل السيوف لنادي شيفيلد يونايتد. تسببت ظاهرة الهوليغانز في عشرات الحوادث الدموية داخل البطولات المحلية والأجنبية، من أبرزها ما وقع خلال تصفيات أولمبياد طوكيو 1964، حيث قام هوليغانز الفريق البيروفي باقتحام الملعب في لقاء البيرو مع الأرجنتين، مما دفع الأمن إلى غلق الأبواب وإطلاق الغاز المسيل للدموع، ما تسبب في سقوط 327 قتيلا على الأقل نتيجة للتدافع. وفي سنة 1974 خلال كأس الاتحاد الإنجليزي بين نوتينغهام فورست ونيوكاسل، تقدم نوتينغهام بثلاثة أهداف لهدف واحد في بداية الشوط الثاني، مما دفع مشجعي نيوكاسل لاقتحام الملعب والتهجم على اللاعبين والمشجعين، حيث نقل 23 شخصا إلى المستشفى وكان بعضهم في حالة خطيرة. في نهائي دور الأبطال سنة 1975 بين بايرن ميونيخ وليدز يونايتد، اعتدى الهوليغانز على جماهير البايرن، مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى إيقاف النادي أوروبيا. بعدها عوقب مانشستر يونايتد سنة 1977 باللعب خارج ملعبه بسبب اعتداء بعض جماهيره على جماهير سان تيتيان الفرنسي. وسيبقى التاريخ 13 مارس 1985 عالقا في الأذهان عندما واجه لوتون تاون صاحب الملعب فريق ميلول ضمن ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. فقد ألقى جمهور ميلول أدوات حادة على حارس لوتون، وبمجرد انتهاء المباراة اقتحم هوليغانز ميلول الملعب وحاولوا الاعتداء بالضرب على لاعبي لوتون تاون الذين فروا مسرعين نحو غرف الملابس. بينما عاث الهوليغانز فسادا في الملعب وكسروا وخربوا التجهيزات، ثم ما لبثوا أن خرجوا إلى المدينة واستكملوا ما بدأوه في الملعب من تخريب منشآت عمومية، مما دفع السلطات البريطانية إلى تشكيل مجلس لمحاربة الظاهرة ووضع حد لها. وقد خلفت تلك الأحداث نحو 81 جريحا، بينهم 31 رجل أمن. وبتاريخ 29 من ماي 1985 وقعت واحدة من أسوأ الأحداث المرتبطة بالهوليغانز عبر العالم، وذلك في ستاد هيسل في بلجيكا، الواقعة قبل 5 دقائق من انطلاق مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا التي جمعت بين ليفربول الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي، حيث اتجه الهوليغانز نحو جماهير اليوفي التي حاولت الهروب، فسقط أحد الجدران فوقهم مما تسبب في وفاة 32 مشجعا لليوفنتوس وجرح نحو 600 شخص، في حين توفي 7 من المتفرجين المحايدين. الاتحاد الأوروبي سارع بعدها إلى اتخاذ قرار بمنع الفرق الإنجليزية من المشاركة في البطولات الأوروبية خلال 5 سنوات، ومنع ليفربول ل6 سنوات، مع التهديد باتخاذ عقوبات أشد صرامة إن لم يتم اتخاذ قرارات لاستئصال الظاهرة. ومن بين القرارات التي اتخذتها السلطات البريطانية لمواجهة شغب الملاعب، منع العناصر المشاغبة من دخول الملاعب إلى الأبد، إلى جانب السجن المشدد لفترات طويلة، مما ساهم في التخفيف من حدة الظاهرة. وخلال دوري أبطال إفريقيا لسنة 2000 في اللقاء بين الترجي التونسي وهارتس أوف الغاني، تسبب الهوليغانز بمقتل ما لا يقل عن 6 أشخاص والاعتداء على لاعبي الترجي رغم فوز هارتس الذي عوقب بالإيقاف لمدة سنة عن اللعب.
في نهائي كأس الاتحاد الأوروبي 2008 قام أحد من هوليغانز اسكتلندا بطعن مشجع روسي بالسلاح الأبيض في اللقاء الذي جمع زينيت سان بيترسبورغ ورينجرز الاسكتلندي. ومع يورو 2016 الذي احتضنته الملاعب الفرنسية لمدة شهر ابتداء من 10 من جوان، برزت حكاية شغب الهوليغانز مجددا، لكن هذه المرة خارج الملعب، حيث اشتبكت جماهير إنجليزية مع جماهير روسية إلى جانب الشرطة في مدينة مارسي، مما خلف إصابات بعضها حرج، ودفع رجال الأمن للتدخل وتفريق المشتبكين، بينما ألقى المشجعون الغاضبون مقذوفات على الشرطة التي اضطرت للتدخل لأكثر من يومين ووضع حد لأعمال الشغب. وقد هدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإقصاء المنتخبين الإنجليزي والروسي في حال استمر الهوليغانز بالتسبب في مشاكل أمنية للبلد المضيف. ظاهرة شغب الملاعب وإن كان منشأها بريطانيا، فإنها انتشرت انتشار النار في الهشيم في شتى أقطار الأرض، وبينها الدول العربية التي شهدت ملاعبها خلال فترات متباعدة حوادث شغب دامية تسببت في سقوط قتلى وجرحى. فعلى سبيل المثال في مصر، وخلال مباراة النادي الأهلي مع النادي البورسعيدي ضمن الجولة 17 من الدوري العام سنة 2012، لقي نحو 77 شخصا مصرعهم، وأصيب أكثر من 1400 بجروح بعضها خطر، وذلك إثر اقتحام جماهير النادي البورسعيدي الملعب بعد نهاية المباراة.